Security Plus Chapter 3 Security Architectures Resiliency and Recovery Security Architectures by what's resiliency Resiliency it is the ability of the system to remain functional to remain functional even when faced with an unexpected event such as uh, such as national disaster or cyber attack that lead to disruptions and failure. <inaudible> بقول لك قابلة السيستم أنه يكون remind function شغال حتى لو حصل له أن حتى لو عمل فيس لأن اكسبكتد ايفنت زي شنو زي disaster الكوارث الطبيعية أو cyber attack خليه شغال ده مرونة بتاع السيستم مش كده طيب cyber resiliency cyber resilience Resilience. Refer to an organized 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 overall. Ability to prevent. And with 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 standard cyber threats and incidents. By recovery. focus specify on the function on the destructions of data and system after after attack after cyber attack or incidents and then I will enter in jihaza. Maroon Amma recovery is a hassle آه uh, حصل اتاك للسيستم بتاعك عملية بتاع الريكفري برجع بيرجع للشغل كيف يرجع للريكفري اوكي okay. طيب نشوف ال high availability high availability نشوف ال load load balance load balancing and clustering. i mean to keep service continuously, continuously available by minimize downtime. i mean i keep through the load balance or cluster, redundancy,

across multi servers to improve the performance the load balancing اما clustering كومباين ملتي سيرفرز تو فانكشن اس single انتيتي شفت الفرق بيناتهم شنو الاول لود بالانس اننا ماني سيرفرز نقوم نوزع اللود فيهم كل واحد بيكون شغال براه لكن نقوم نوزع اللود اما الكلاستر بيكون اننا مثلا اننا بيلدينج فيو دايرين مثلا اننا فيو 200 كمبيوتر مثلا نجيب نخط الكمبيوترات نجيب السويتش السويتش واحد فيه أربعة تمانية وأربعين بورد ونقوم ن... كلهم نخليهم يشتغلوا as cluster اشتغلوا زي السويتش واحد نعملوه كونفيجريشن وكلهم بكون بيشتغلوا زي السويتش واحد و هنا 48 زائد 48 زائد 48 بدينا عدد البورتات اللي ممكن نستخدمهم ده الفرق بين الاثنين بين ال load balancing و cluster keep service continuous available by minimizing downtime down

ده recovery site مثلا ليه recovery site مثلا أنا عندي data, data center والdata center ده حصل له أي damage إذا وقف لازم يكون عندي بديل أسرع ما يمكن عندي محل نقدر نرجع له عشان نعمل شنو set up للداتا center فالمحل ده بكون ثلاثة أنواع three types of recovery site نقوله recovery site okay hot, warm and cold طيب شنو الفرق بيناتهم الحت والكولت وورم اوكي طيب نبدا من ال... من الكولد وطبعا بكون سكندري سايد سايد السا... مش البرايمري برايمري الاساسيه سكندري دل... سايد الاحتياط كويس بكون فيه شنو بكون بكون ما فيه equipment ما فيه كونكتيفيتي ما فيه اي اسمه ده كويس يعني بكون بس ان انا بنايه جنبه جاهز اذا حصل مشكله في في الداتا سنتر نتحول الى بنايه ان اللوكيشن جنبه محل مخصص اذا حصل لنا مشكله نتحول فيه فده بقول له كول سايت طيب ده باخد لنا شنو عشان نتحول له الداون تايم بتاعنا ممكن يكون ويكس باخد اسابيع اسبوع اسبوعين ثلاثه ستيك ويكس اما الووم سايت ده عندنا مكان سايت سكندري site عندنا equipment located اون ات بيكون فيه الاجهزه وفيه الكونكتيفيتي وفيه الانترنت موصله فيه كويس لكن بس ما اكتف وده باخد دايس لاور باخد دايس او اور ممكن ياخد يوم يومين او ساعات خمسة ساعات ستة ساعات نعمل له اكتيفيشن فقط عشان كده نسميه وورم اما الحت سايت بردو secondary location فيو الأجهزة وفيو connectivity و active وده نقدر نرجع له في خلال hours أو minutes دقيقة دقيقتين نص ساعة ساعة كده فده three sites hot, cold, warm which one is expensive which one is cost money question هات لانه فيه كل الاجهزه وفيه اقل واحد فيهم شنو؟ ويتش وان از ليس ليس اكسبنسيف لانه ما فيه حاجه غير مكان المشكله اوكي ده الكلام اللي قلناه ممكن ياخذ ريدي فور 1 2 او ويكس

Is that international fee Amazon? Which size you? You prefer. And why? The traditional. A tape. Outside because size? yeah, because in Amazon. Uh, Any second, so if you're gonna lose a lot of money, yeah, the cyber security language, the you know, minimize time da, down, down time, wish Yeah. down time, okay, but it's am expensive Like in, I'm not like the normal so. hot cold warm depend to how you fast you want برضو لازم تعرف ال ال consideration بتاع ال ال, ال cost لأنه يعني ما ممكن يكون الشركة رأسماله ماله مي ميتين ألف دولار ولا تلتمية ألف دولار ويكون عندك hot size معاه يعني لأنه يعني بيكلفك قريب خمسين ألف دولار يعني it's not it's not it's not Takena malayin, it's okay. Type. an graphical dispersion. Type a graphical dispersion. Separate resource across different location, of high redensity. Cause mitigates the risk. of the local look of local localized outage enhance stroke and recovery capability طيب ليه احنا نعمل ال يكون لنا many ليه انا نعمل this uh, separate uh, resource in different locations يكون عندنا availability، إذا واحد عطل من السيرفرات، تقدر على الثاني طوال يعني. احتياطي يس عندي احتياطي لكن ليه انا ما اعملهم مثلا ممكن هسه انا مثلا انا قاعد مثلا في فيلادلفيا او قاعد في ميريلاند ممكن اعمل اربع خمسه اماكن في ميريلاند ممكن يكون رخيصه ممكن اعملهم مشكله ممكن اعمل زي ده ذاتس أيوة جود في الاوامر الطبيعيه لا يس عميل يس ده الكلام اللي انا دايره لازم يكون شنو في different places عشان ممكن يكون في ال ال and national disasters أيوة. لانه انا ممكن يكون آه قاعد في مكان اعمل 2 او 3 السنتر في نفس المكان اذا جه هر في المكان بشيلهم كلهم مع بعض لكن انا لازم اعمل أيوة. زي, زي زي الخرطوم ده يا استاذ <applause> الناس كلها كانت قاعده <applause> فيها فجاه ضربت ما ما يس مصانع كثيره يعني ايوه بيجي اوت رايت كل الوزارات بتبقى اوت رايت ايوه يعني بدأوا يرجعوا حاجات بعد السنة وحاجة يعني أيوة لكن, لو كان يعني لو كان اننا نفس الحاجات دي مثلا الاجهزه بتاع الداخليه جزء في الفاشر وجزء في حلفا وجزء في بورسودان وكده كان ما بكون في مشكله اصلا. ده ما كان كلام 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 السيد عقار يس yes. كان البيت كله لما في في سله واحده عشان كده كله انتهى اذا في كم حته مفرقه ما ينتهي ايوه ايوه اقرب اقرب مثل يعني مثلا شوف الشغل بتاع داتا بتاع 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 اتصالات ناس زين يعني كان عندهم إن مشكله انه انه الداتا سنتر بتاعهم بيقولوا في خطوط تيتا تيتا هنا جمجاويتو وهون ديل ما بقدروا هنا خلاص الشركه يعني انا نستغرب انه كل الشركات اتصالات كبيره دي ما عنده دات يعني تلاوت برا في حتى ده برا السودان انا كان مفتكر كده كان ايوه كان يعني نعم. مش حتى الان حتى, حتى الان محلات هذا ما في شبكه عشان لانه داتا سنتر ما عنده ما عنده بنات ايوه هو ده, ده, طبعا ده, ده طبعا تبقى للكلام اللي احنا يعني نقوله انت ما تحط زي ما ذكر ده لخص وقال ما تحط البيت في في سله واحده كله فده كنت مسافر وسايق اسرتي ومسافر وكده كنت بتكلم مع واحد امريكي وقلت له انا مسافر وكده قال لي كلكم مسافرين مسافة طويلة وكده قال لي this is wrong قال لي اسرة اصلا ما ممكن تسافروا كلهم قال لي, قال لي احنا لما نسافروا يا يعني نسافروا بعربيتين يا يعني نخلوا واحد مننا لانه بقولك لك لو حصل حاجة واحد كلكم تموتوا تروحوا فيه بقولك لك فزيك ما بتحط البيت كلهم في سله واحده يعني اذا اذا حصل دامج كله بحصل دامج فنفس الحكايه انت ما بتعمل داتا سنتر في محل واحد لازم تعمل شنو تعمل داتا سنتر في different environment say we have داتا سنتر في شيكاغو داتا سنتر في كاليفورنيا داتا سنتر فلوريدا داتا سنتر ان تكساس So this is a different environment, right? If there's earthquakes in California, we have another site in New York. If there's flood in, uh, in Florida, we have data center in North. So that would be uh, uh, graphical dispersion. All right. tape. Platforms diversity احنا برضو آه لما يكون هنا داتا سنتر ما يكون اجهزة بتاعنا كله او ما يكون شغالين ببرنامج واحد بس مثلا شغالين بويندوز بس لما حصل قبل ايام كان الويندوز عنده problem كان اللينكس كان ما في بروبلم رايت المشكله اللي حصلت قبل ايام كانت بتاع بتاع فاذا كلنا نشتغل ببلاتفورمز واحد شغالين بويندوز فقط اذا حصل بروبلم في ويندوز معناه زي ختينا كل السله في بيت واحد عشان كده لازم يكون هنا دايفيرس بتاع بلاتفورمز كويس دايفيرس دايفيرس operating system network equipment and cloud platforms مثلا اشتغل باجهزه بتاع سيسكو مثلا ونا و اتش بي وممكن يكون جونيفر دل نتويرك اوبريتنج سيستم نشتغل بجزء مننا جزء بشنو ويندوز جزء بشنو لينكس كلاود ممكن يكون ان انا, اشت... انا أكاونت في امازون كلاود اي دبليو اس ممكن يكون في مايكروسوفت اجور داب I'm reducing the risk of the single point of failure دب في النهاية بقول له single point of failure كل البيت تخطه في سلة واحدة ده single point of failure أنا لو حصل fail معناه كل شيء خلاص راح فالكلمة ده مهم جدا single point of failure بس نتذكر موضوع البيت أوكي okay? <applause> طيب Capacity plan. Four main spread capacity plan in a people technology are, are the infrastructure for training. Please. Analyze currently personal skills and capability and capacity. Forecast future person future person need for hiring, training and uh, down downsize ensures the high number of the people within the right skills for st strategic objective. Ladim, you could the right people in a training. عدد كافي. ده بخلينا شنو؟ بخلينا Availability بتاع. لأنه لو عندنا عدد بسيط ممكن يكون واحد يمرض واحد يحصل له حاجة وكده. Technology Asset. Current Technology Resource and their use. لازم برضو يكون لنا Technology المناسب. Infrastructure Plan for Physical Separate and Utilize Support. operations لازم يكون ال infrastructure بتاعنا آه بكون فيه support بتاع operation بكون فيه عملية صيانة في كده data center لازم يعني يكون ال infrastructure بتاعه مظبوط طيب training or sorry sorry testing and then if you test it in a table top exercises simulation power process Tape. table exercise. So under bin uh, like scenario based discuss amount Key stockholder assets and improve and org improve and organizations repairs and response. No deployment of actual resource. The, 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 في النهاية الكلام ده سيناريو. What سيناريو زيدا؟ Identify gaps and seams of response plan. ده طبعا زي ال incidents زي ال action نقولو شنو incidence response لازم يكون إننا plan كامل. الكلام ده كله برضو في النهاية سيناريو. Promote team building among stockholders, low cost of engaging or principle. Type the table tabletop exercise, ibar a scenario to discuss masyado key okay. stockholders. Okay. Type.

مثلا نقول اننا نقدر نعمل configuration نعدل في configuration كويس لازم نعمل تيست انه كيف نقدر اذا السيستم ده حصل له فيل كيف نرجع لوضع بتاعه كيف نرجع لوضع الاول او اذا عملنا لوس للداتا كيف نعمل باك اب الثاني عندنا في التستين عندنا السيميليشن السيميليشن كمبيوتر جنريتد ريسبونسيليشنز اوف ذا ريال وورد سيناريو يعني لو عندنا سيناريو معين لما نيجي نقعد ونتكلم عن السيناريو ونخطط ونعمله لازم نعمل له سيميليشن باي كمبيوتر سيميليشن كويس كمبيوتر سيميليشن ده ممكن يكون هاي virtual سمو so virtual environment لانه هو بدك شنو بدك زي انت في الواقع الطبيعي مثلا مثلا نقول آه uh, نضرب مثلا بتاع سيميليشن مثلا اذا مسكنا الطيران مثلا قبل ما انسان يعني يتعلم انه هاو تو يعني يعمل يسوق طياره مثلا لازم يدرس دراسه مش عمليه بعد ذاك يمشي يتدرب في الطيران قبل ما يتدرب كان في حاجه يقولو simulation بمشي لي مكان فيه simulation وبطير بطايرة simulation باخد نفس الحاجات اللي درسهم بطبقوه في simulation وكأنك انت في ريال وورلد لكن هو فيرتشوال فدا ايش فاكر تراسر 18 نعم الفا تريسر يس باكيت تريسر يس ذس از ده المثال الصحيح مثلا أنا الباكت packet مثلا أنا داير أعمل شبكة معين أرجع لي بعد ما أدرس الشبكة والاي IP address و what devices I need it what switch what router و نجي نرسم التابولوجيز وال diagram بتاع ال ال مثلا عنده data center قبل ما نمشي نشتري الأجهزة وأجيبهم وأوصلهم أجي نفس الكونفجريشن اللي أنا داير أعملهم أعملهم في برنامج اسمه باكيت تريسر كلها سيميليشنز بعد ذاك نجي نوصله في السيميليشنز كل الأجهزة نرسم النتورك ونعمله تيست بيشتغل زي الريال ده لكن هو سيموليشن كمبيوتر سيموليشنز. فده بعملك شنو بخليك انك تعمل ايفالويت اه... تقدر تحدد انك بالضبط اسمه ده يعني انت الاخطاء بتاعك وين كويس وتقدر تعمل ال... يعني انت تقدر تعمل شنو تقدر تدرس الحكايه وتعرف انه وين في اي اي افكت في مكان تقدر تعمله correct بعد ذاك لو في جهاز ما بيشتغل معك well في الشبكة تغيره بجهاز ثاني يعني قبل ما تمشي تشتري وكده ده بسموه سيميليشن فده انت بتشتغل شنو allowed for the hand on response actions in شنو in the شنو in the virtual environment طيب هنا الثانيه مهمة باك اب باك اب طبعا هو التخزين أهم حاجة في الداتا لازم نعمله باك اب عشان لو حصل أي مشكلة بكون إنا النسخة احتياطية كويس عكس الباب باك اب شنو؟ ريستور مشكلة نعمل باك اب نخزن إذا احتجنا نعمله ريستور Backup is a copy of the computer data that is storage. elsewhere, uh, So that it can be used to restore the original after data loss event. Is that an Excel backup option? Restored. Is that a hassle? Is it a hassle loss? للداتا بتاعنا طيب في الباك اب ممكن يكون باك اب اون سايت او اوف سايت لما يكون اون سايت معناه في داتا بتاعنا في داتا uh, سنتر في في سايت بتاعنا ده اننا برضو فريكونسي يعني نعمل باك اب عده مرات وفي الباك اب لازم نعمل شنو انكريبشن ليه نعمل انكريبشن عشان نحافظ على الداتا بتاعنا ما فيزول زول شنو to prevent unauthorized access ان السناب شوت زي الباك اب لكن مثلا انا عندي إن الكمبيوتر ده شغال شغال فيه أو شغال في برنامج معين قاعد أصمم برنامج أو أكتب برنامج معين في بيجي لحظة كده أنا أقوم أخزن وأعمل سناب شات من اللحظة اللي أنا وقفت فيه ده بعد داك أواصل في شغلي فإذا حصل أي خلل شغل قدام حصل اي خلل نقدر نرجع من البوينت اللي أنا عملت له سناب شات اتأكدت أنه لحد البوينت ده البوينت ده everything's good نعمل سناب شات في البوينت ده ونشتغل تاني نضيف اذا اتاكدت انه لحد point ده everything's 100% نعمل سناب شات عشان لو مشيت قدامه وحصل اي خطا نقدر نرجع مش نعمل باك اب من بداية نرجع للنقطه اللي انا وقفت فيه واتاكدت عملت له سناب شات كله الريكفري عمليه بتاع انه نعمل ريكفري لو حصل اي افكت replication نقوم mm -hmm. نخزن نفس الداتا في في عدة اسطوانات طيب mm نشوف الكلام -hmm. ده backup create double duplicate copy of digital informations to protect against شنو you know, data loss الكلام mm -hmm. corruption corruption ان 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 افيلابيليتي ثلاثه حاجات دي اللي ممكن بوفر لنا الباك اب اذا عملنا لوس او حصل هسل داتا حصل له كراش او بيكون غير متوفر برضو بكون شنو سيف جارد بكون زي الحرس للداتا فروم شنو فروم اكسيدنس ديليشن أو شنو you know, system failure مرات أنت شغال في الكمبيوتر و له fail ممكن يحصل ده كراش للداتا نقدر نرجع الداتا فيه أو أنت مسات حاجة uh, بطريقة خطأ أو زي طبعا عندك كلام اللي اتكلمنا فيه uh, outside backup و inside uh, outside inside on site or off site طبعا outside قلنا graphically separation location زي قلنا تخزن الداتا في أماكن مختلفة نيويورك بلا هناك شيكاغو فوق فلوريدا في ايست كوست أو ويست كوست طبعا ال ال, ال, ال بتاع ده مهم جدا وذكرنا السبب ليه سببه ضربنا مصر بس ذكر بتاع العطا ده على البيضة كلهم في سلة واحدة انكريبشن الانكريبشن give me one minute I'm gonna answer this guy it's very important

Snapshot meaning take the time snapshot. Data recovery. Several key steps in the data recovery process. Select selection of the right backup initial initiating the recovery process data validations testing and validations documentations and report notifications there are process عشان عشان تعمل ال ال backup طبعا تختار الرايت right backup بعد كده تعمل ال process تاع backup بعد كده تعمل validate لل data تحقق منه بعد تعمل test and validation بعد كده تعمل documentation انه عملت كذا تعمل دوكيومنتيشن وتعمل ريبورت للحاجه اللي عملته بعد كده تعمل نوتيفيكيشن الجهات اللي انت داير تخترمه كده ريبليكيشن ده طبعا بكون اننا داتا نعمل كوبي منه ما باك اب لكن نعمل كوبي منه في نفس المحل عشان لو انت شغال من هنا وانت حصل اي كراش Data replication, it is the process of the copying and storage data in multi-locations for replication. real uh, real time or near real time. ريال تايم طبعا طوال انت شغال من هنا حصل كراش اشتغل من هنا لكن نير ريال تايم يعني ممكن ياخذ شوية زمن لكن ما حاجة كان بعيد طيب نيجي آه. نشوف في الابوليميتي اننا الباور الباور مهم In an power in the latter the... Asia UPS, uninterrupted power supply. Some UPS, that's ketir ma bear for ismo power supply. That's UPS, provided emergency power during seno power source failure. ديما في الداتا سنتر بكون عندك اليو بي اس في اي كمبيوتر موصله ومحسوبه انه باخذ كم من زمن اذا حصل الباور بتاعك بيجي داون باخذ كم من الزمن انه ممكن نكون نشتغل ساعتين اذا الباور بيجي داون كويس ف السويتشات. كل الاجهزه بتاع النت بكون موصله باليو بي اس الكمبيوترات ممكن يكون ما في يو بي اس على حسب السنسيتيف لكن السويتشز ليه احنا نحط اليو بي اس في السويتش ما بنحطه في الكمبيوترز لأن الكمبيوترز ممكن يكون في باتري ممكن يكون لابتوبس باتري ان سو اون لكن السويتش ما فيه ما فيه باتري بعد السويتش بعمل ل many كمبيوترز ممكن يكون الكهرباء ده قطع في اتجاه معين بس في اتجاهات فيه بتاع فالسويتش لما يكون اون الاتجاه اللي بتاع ناس يقدر يشتغلوا عادي جدا لكن اذا السويتش ذاته ما فيه باور معناه كل الاجهزه بكون داون also routers طيب جنريتر باك اب جنريتر سبلايز باور ديورنج سنو باور جريت اوت الشبكة بتاع اذا حصل اوت بستعمل الجنريتر كويس اننا اليو بي اس واننا الجينريتر مع بعض ثاني اننا باور ديستريبيوت سنتر بي دي يو سنتر هاب فور باور ريسبشن اند شنو ريسبشن اند ديستريبيوشن البي دي يو ده بكون ال احنا زي نقول له المشترك بكون فيه مني فتحه انت توصل فيه ولا ال، الأجهزة وكده طيب اذا عندنا الداتا سنتر لازم يكون في الاجهزه بتاعنا يكون فيه شنو فيه يو بي اس ويكون فيه جنريتر ممكن يكون في جنريتر واحد او تو جنريتر ستاند باي وبكون مبرمج انه كهرباء قطع طوال الجنريتر بعمل اون لكن اليو بي اس بكون احتياط اذا كان الجنريتر ما دور او حصل فيلير في الجنريتر او ما طوالي عمل اون ده تلج لحد ما انت تقدر تحل مشكلتك وكده اليو بي اليو بي اس يعني ممكن نشتغل ساعه ساعتين لكن generator ديبنت يعني حسب الجاز اللي فيه طيب alright this is the end of this section or end of chapter 3 architecture and design

انا هنزل الاسئله بتاع chapter 3 وبنزل الباوربوينت بتاع chapter 3 ف uh, you have محاضره